قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو السبت كانت صادقة وعميقة وشفافة، حيث يتطلع البلدان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في القاهرة إنهما ناقشا إمكانية عودة السفراء، فيما قال أوغلو إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن. كانت محادثات معمقة وشفافة وصريحة بحكم أهمية ما نراه من أهمية لهذه العلاقات. بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمع في الدوحة، وتكليف وزيري الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية. أود بشكل خاص أن أشكر الحكومة المصرية والشعب المصري مرة أخرى على الدعم الذي قدموه لنا بعد الزلزال في تركيا. أنا متأكد من أنه ستتاح لنا الفرصة لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى في أقرب وقت ممكن.